لعدة اعتبارات اللي يعتبروا انه من المسألة البيئية وانها مسألة ثانوية، بل بالعكس تماما نلاحظوا حتى في العالم الكل قاعدة تتنامى الحركات البيئية شيئا فشيئا من اجل الحياة. لان عندنا وقت نتحدث على البيئة وخاصة الوضع اللي هنا في جهة قفصة، ما دمنا معناها في مسألة جهوية، مخلفات الوضع البيئي المتردي ما خلى حد شيء في الجهة، سواء على مستوى البشر والحجر والشجر، معناها تلوث بيئي فيما يتعلق بالتربة وبالتالي وانتروتر الفلاحة ومدى تأثير على الوضع الفلاحي الكارثي في الجهة، الهواء وتلوث الهواء اللي ما نشمش شعارين عليه ومشارين به بشكل مباشر، لاحظوا تفاقم الأمراض وزيادة معناها الأموات فيما يتعلق بالأمراض المتعددة من جراء تلوث الهواء، وطبعا تلوث الماء والشح اللي هي كارثة معناها حقيقية في الجهة قاعدة تستنزف يوم بعد يوم. وعندما نتحدث على الوضع البيئي الكارثي في الجهة باش نوجدوا ويظهر للناس كلنا اتفقوا أنه الملوث الأول في الجهة وهي شركة أصوات قفصة والمعمل الكيميائي اللي الجهة تقريبا استنزفت من جميع مواردها. فمن هنا كانت مبادرة من أجل التقاضي اللي قامت بها بلدية مضيلة، مشكورين، من أجل التقاضي ضد شركة أصوات قفصة وخاصة المعمل الكيميائي اللي نعرفه المنطقة كلها تعاني من جراء التلوث من هالطرفين هذوما الأساسيين، دون أن ندخل في بقية التفاصيل، أن الطرفين الأساسيين هذوما في الحوض المنجم وليس فقط في الحوض المنجم، يراه تأثيرها ليس فقط في مدن الحوض المنجم سواء المديف والعرايس مثلول وإلا المديلة والمديلة بشكل أسوأ وأسوأ، خاطر تلاقوا عليها طرفين المديلة وهو المعمل الكيميائي وشركة أصوات قفصة، ثم امتدت الى انحاء قفصه الاخرى، تاثرت القطار القصر قفصه وصلت حتى العقبه، لا بل اكثر من هذا حتى الى ولايه طوزر. الضرر حدث حتى في ولايه طوزر وكان بلديه الحامه، نفس الشيء قاعده تعد من اجل مقاضاه شركه اصوات قفصه للتاثيرات اللي خلفتها، لانه الماء والبقايا بتاع التلوث اللي ماشي في التربه وتصارع في الارض لك معناها عدد كبير ياسر من الاشجار النخيل والاراضي تاع المرعى والمواشي، واحنا وثقنا هذا واتصلنا به وقت رئيس بلديه الحامه ولكن اعتذر على الحضور. على كل حال المهم احنا نحب نذكر ان نسندوا القضيه اللي رفعتها بلديه مضيله، كل من يقوم بالتقاضي في هذا الاتجاه نحن نسنده ونوفر له كل ما إمكانيات اللوجستية والمادية من أجل الخروج على الأقل، لأنه احنا قاعدين نفهموا صحيح العدد قاعد يزيد شيئا فشيئا ولكن هذا عمل لابد أن يتم. على كل حال مباشرة باش نمر المرة الكلمة للجنة الجهوية اللي تسكن صلب المنتدى أو الوضع البيئي، وكلمة مقتضبة اللي بعدها باش نمر الكلمة مباشرة إلى السيد المستشار رئيس بلدية المنتدى. تفضل سي رابح بن عثمان. سي شكرا سي طارق رابح بن عثمان عن جمعية المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية الاجتماعية. طريقة معناها مختصرة للمنتدى هو مؤسس، هو جمعية من الجمعيات المؤسسة في اللجنة.